مشيت عند المقدم ما خلاوني حتى واحد ما خلاني نهضر. مشيت عند كلشي، مشيت عنده القايده ما خلاتنيش ندخل ونهضروا حتى واحد. واش انا عجه؟ عنده الطبيب، عنده ما كاين اللي ما كنعرفو واش عجه. انا حتى واش هذا الحق ديالي؟ راه قديمه هنايا، جارتنا قديمه 20 عام وهي ساكنه معنا، ولدها عندها 18 عام، عندها 4 وليدات. زعما تيجينا السلام عليكم اخويا. خويا حنا غنشهدوا غير الشهاده ديال الحق. هاد السيده هادي جارتي تقريبا شي 30 عام وهي ساكنه هنا، راه وليداتها تبارك الله عندها الولد الكبير عنده تقريبا شي 18 عام. عاد الوليدات اللي ولدات موراه 4 ديال الوليدات عندها. صراحة حنا ما غنشهدوش شي شهاده ديال الزور. سنين وهي حدانا جارتنا وساكنه بالوريقه ديالها وبالكارت. 12 عام باش جيت لهنا لقيتها ساكنه. انا بعد 12 عام من جيت لهنا لقيتها ساكنه. هذه شهاده ديال الحق. وي هاد المرا هادي راه ساكنه هنا. هاد المرا راه ساكنه هنا، سميتها بوشرى وراجلها سميتو رشيد، وعندها جوج وليدات وعندها جوج بنات، وراهم محبوسين في هاد البيت، والناس اللي حدا راهم كلهم استافدوا. هاد المرا راه ما استافدتش، راه من حقها. راه فوق 20 عام، راه جارتنا والله عمرها دار، وليداتها راه تزادوا هنا كاملين. عندها الولد عنده 18 عام، وعندها 3 دراري وحدين اخرين هي 4، والسيده راه ساكنه فوق 20 عام ويا هنايا. وتنعرفو زعما الصراحه لينا راه من تفاجئنا من سمعنا بان قالوا لي انت كي داير اخويا لاباس، كي داير انتوما لاباس؟ انا براكتي هادي ساكنه فيها 22 عام وانا ساكنه، 22 عام وانا ساكنه. نكرني المقدم قال لك انت ما ساكناش، قال لي انا قال لي ابو عزه المقدم قال لي انا غنشهد لك، الاخر الكوشي قال لي غادي نشهد لك، كلهم المقدمين قالوا لي انا غنشهد لك. قال لك بان انت ساكنه سنين وانا ساكنه معاهم، سنين 22 عام وانا ساكنه، 5 سنين وانا في الكوميساريه ديال شيخ الضاوي. انا راه كاينه دابا البوليس كلشي كيعرفني تما، والحمودي ومصطفى وكلهم. المقدم جا البارح قال لي انت ما ساكناش. انا راه سنين وانا هنا، ولادي مزيودين هنا وكابرين هنا، وما الجيران كاينين يقولوا لك. راه مرضني اخويا، راه مرضني، راه ما عرفتش راسي شنو غندير، راه تلفت ما عرفتش راسي فين غنمشي، فين غادي نمشي، فين غندير. الخدمه كنمشي تيقولوا لي انت راه ما خداماش، بغاو يجريو عليا. انا داري هادي في الاخر قلبوني وقالوا لي ما ساكناش، وانا ساكنه 22 عام وانا ساكنه، وفي الاخر قالوا لي ما كايناش. وليت انا كنطلب حقي شحال وانا ساكنه، في الاخر وليت دايره الوراق وكنبين هذا ديالي. سنين وانا ساكنه، في الاخر نكروني قالوا لي ما كايناش وما ساكناش. مشيت عند المقدم ما خلاوني حتى واحد ما خلاني نهضر. مشيت عند كلشي، مشيت عنده القايده ما خلاتناش ندخلوا نهضروا، حتى واحد ما دخلنا ما خلانا نهضر، حتى واحد حتى واحد. بغيت حقي اخويا، بغيت حقي والناس كاملين. هاد السيده حتى هي ما مستافداش. انا حتى انا ما عيطوا لي قالوا لك انت ما كايناش. المقدم جا غير البارح، المقدم جا غير البارح قال لي انت ما كايناش. يلاه قول لي اخويا شنو غندير؟ شنو غندير؟ والناس جاو غا 5 سنين 4 سنين مشاو، وسنين وحنا ساكنين القطره والطوبه والفيران. وشوف ولادي، راه ولدي عنده 18 عام هنا، كنتحم انا وراجلي وولادي كلنا هنا. سنين وانا كاينين هنا، وما الشهود يقولوا لك هما الشهود، ما حنا غنخرجوا والجيران هما كاينين. الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير. بغيت حقي، بغيت حقي عند الله، بغيت حقي. شوفوا معايا، الله يخلي لكم صحيحتكم، الله يرحم الوالدين. بغيت حقي، راني مظلومه. عاش الملك، عاش الملك. راني مرض الصحه ديالي، عندي طونسي وعندي الاعصاب، عندي كل شيء. ما لقيتش الخاطر دابا حتى الخدمه، جراو عليا الخدمه. قال لك لا خدمي ولا صافي عطينا التيسع. يلا وانا كندير الميناج، يلا كي غندير. سيدي الله يرحم لكم الوالدين، شوفوا من حالنا. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير. راه حنا مرضنا، راه مرضنا، ما بقينا كناكلوا، ما بقيناش كنشربوا، ما بقينا حتى شي حاجه والو. هذا انت هما الوراق، عندي الوراق الانتخاب، عندي رقم ترتيب، عندي كل شيء. المقدم قال لك سيري ربحي، قال لك هذا الشيء. المقدم قال لك سيري ربحي، هذا الشيء ربحيه. قال لك خوضي، قال لك حنا كنشوفوا اللي ما اللي داير. يلا مشاو. والناس اللي جاو غا البارح، الناس ضربوا غير عام عامين ومشاو عيطوا لهم. وحنا سنين وحنا ساكنين هنا، هما الناس كاملين كل شيء شهود. كاين اخويا غير بتي. ها هو محالي، ها هو داري. ومشى بحال هذا. الله يرحم لكم الوالدين، راه يدي بوحدي. انت كتشوف. الله يرحم لكم الوالدين، انتم كتشوفوا. الله يجازيكم بخير. الله يرحم الوالدين، راني مرضت، راني مرضت انا. راه مرات ما بقاش عندي، ما بقيتش قديت نهضر، ما بقيتش صافي الهضره، الهضره تحبسات ليا وتلفت في الهضره. راه بزاف هذا. الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين يا المسؤولين، الله يجازيكم بخير.
لما يشوفوا من حالنا وشوفوا لنا وسيدنا حتى هو. الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين. عاش الملك، الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم الوالدين. راه صافي، راه ما بقيناش قادين هاد الزحام وهاد الشيء، وصبرنا وقلنا غنشدوا غنشدوا، في الاخر هزونا وطلقونا ونجاو غير من مورانا ومشاو. قال لك هاد المقدمين يلا ماشي حشومه، خرجوا ماشي حشومه. ها انتم شوفوا الوراق، رقم الترتيب ديالي هي 723. عندنا رقم 723. واحد السؤال، نعم. انتي محصيه؟ هي خويا محصيه، هي محصيه في 2005. هي ها هي كاينه، راه كاينه صورها. السبب اللي خلاك انت سميتك ما تكونش؟ ما عرفتش اخويا، جاو لعندي هنا وصوروني. باش عرفتي راسك بانك انت راكي مقصيه؟ مشيت لتما المقدم قال عليا، المقدم قال لي انت ما كايناش، ما كايناش في السيستم. كيفاش انا ما كاينش في السيستم؟ المقدم جيتي البارح غتقول لي ما كاينش في السيستم. انا راه انا سيني وانا كاينه هنايا، انا راه جيت فاش كان الحمودي، كان مصطفى، كان الهدالي الله يرحمه، كان عادل، كانوا المقدمين كاملين. وفين هما هاد المقدمين اللي سينين هما؟ فين هما؟ جيوهم لينا، حنا بغينا هاد الناس اللي كانوا قدام، الناس اللي كانوا قدام هما اللي بغينا. والكوشي هادشي اللي بغينا، حنا بغينا المقدمين الاولين. ماشي نبيل جا البارح يقول لك انت ما كايناش. انتم شحال دابا من العام انت ساكنه هنا؟ انا راه 22 عام وانا ساكنه، 22 سنه، 22 سنه وانا ساكنه من القطره. هي عندي عندي لاكارت، الوراق الانتخابات، سميتها الحاله المدنيه، كلشي اخويا، كلشي، المدرسه، داكشي في المدرسه، نجيب الوراق ديال كلشي، كلشي اللي هذا غادي نجيبها انا. اللي بغيتو غنجيبها. وبالنسبه لهاد الحاله ديالك، واش انت الحاله الوحيده ولا كاين حاله؟ والجيران راه هما الجيران هما كاينين، هما الجيران كاينين، هما الجيران هما كاينين، هما هما اللي دايرين بيا، هما الجيران برا حتى هما، هما الجيران الناس برا، هما الجيران برا، هما تقليد عليهم الا انا زدت عليهم شي حاجه. زورونا على الصفحه الرسميه وضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.